مرحبا أخواني، هذا تطبيق عود عربي وهو نسخة مطورة من تطبيق عود شرقي اللي كان منشور سابقا على موقع سوق بلاي ومتجر أبل. الآن صار اسمه عود عربي وهو نفس المواصفات تقريبا لعود شرقي. من هنا عندنا روم المعزوفات، هذه طبعا أفضل وسيلة للعود على لتطبيق الموبايل، هي هذه الطريقة اللي تبين لك أماكن الضغط بالإيد اليسرى لما تعزف على العود. ما نقدر بالتطبيق الموبايل نظهر الإيدينات الثنين، ما راح يبين واضح، لكن التحكم بالأوتار بالإيد اليسرى راح يكون واضح بالصورة أمامكم. 5 أوتار، عندنا نوعين من العود، الفافا والدودو، مننا نقدر نغير النظام العود. ونجي إلى تفاصيل العود، هذه معزوفات، روم المعزوفات. هنا عندنا آلاف، أكثر من 1000 معزوفة، أي أغنية تختارها راح تطلع طريقة عزفها على العود الحقيقي. هذا التطبيق طبعا هو محاكي للعود الحقيقي. هاي على سبيل المثال أغنية حبيتك بالصيف لفيروز، لما نضغط بلاي راح يطلع مقام هاي هنا مقام العود، هاي درجاته هنا. منا طبعا تحكم بالعلامات، هنا ماكو علامات، هنا كل العلامات حتى الربع تون، وهنا المقام اللي معزوف عليه الأغنية. طبعا بالبداية احتمال تشوف صعوبة باستيعاب الموضوع أماكن الضغط، ولكن بالاستمرارية راح تصير عليك سهلة وتتعلم شلون تعزف هاي المعزوفة على العود الحقيقي بتتبع الضغطات على الأوتار بالتطبيق. طبعا التطبيق مصنف بحسب الدول أو بحسب المقامات، تقدر تختار أغاني مثلا على مقام حجاز أو كرد أو صبا، أو بحسب الدول أغاني مصرية أو خليجية أو عراقية، هاي الأغاني الخليجية. فهنا أي موسيقى تختارها وتدوس بلاي يطلع لك المقام مالها، هذه على كورد ري وهذه المعزوفة. طبعا هذا فرداش، منا نقدر اللي هو الاستمرارية بالنقر على الأوتار. من المقامات 8 مقامات أساسية، الشرقية كلها موجودة، هذين الأربعة الأخيرات هي اللي تحتوي على ربع تون. على سبيل المثال مقام راست من درجة الدو، أضغط على هذا راح تطلع الدرجات على الأوتار 5، وتقدر أما هنا تعزف المعزوفة وبعدين تنفذها على العود الحقيقي، أو تختار أغنية من مقام راست دو وتقلدها، راح يصير عندك معرفة بالمقامات هذه هنا زر الإيقاعات، 4 صفحات من الإيقاعات الشرقية العربية المصرية والخليجية، منها مجرد تختار منها إيقاف الإيقاع، هذه الإيقاعات. طبعا تقدر تتحكم بسرعة الإيقاع وارتفاع الصوت وانخفاضه. من هنا روم الشروحات يشرح لك هذا التطبيق، هاي الألوان شنو رموزها وشرح عن التطبيق. هذا ما يخص هاي الشاشة، طبعا بها سرعة العزف، تقدر من هنا تبطئ العزف إذا تريد مثلا تجيب معزوفة على سبيل المثال الحلوة دي وتشغلها، إذا سريعة عليك تقدر من هنا تبطئ السرعة، راح تقوم تعزف ببطء، تقدر أنت تقدر تقلد المعزوفة على العود الحقيقي إذا كانت بطيئة. هذا كل ما يخص تطبيق عود عربي.
ونرحب بكم وبتعليقاتكم، ونرجو تقييم التطبيق على متجر سوق بلاي، وشكرا لكم.